الوزير نطالب بإخراج القانون المنظم للمهن، كذلك إخراج القوانين العالقة في رفوف الوزارة، وتحيين القوانين المتجاوزة لا سيما في علاقتها بالشغل. كذلك نطالب بإخراج جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتي صوتنا عليها لفائدة العمال المستقلين، مجموعة من الشرائح كالصيادلة، الحرفيين، أرباب المقاهي، أطباء الأسنان، المبصريين، المروضين، الطبيين، التجار، الصناع. مع الأسف هاد النصوص التطبيقية ما زالت عالقة، ونتمنى أن تعرف الخروج إلى أرض الواقع. وفي الأخير سيد الوزير، نقطتان نطالبكم سيد الوزير بالمزيد من التواصل، خاصة فيما يخص الاستراتيجية ديالكم لدعم المقاولات والأجراء، لأن لاحظنا أن هناك ارتباك خاصة فيما يخص المقاولة. إذن بزاف ديال المقاولين كيتسائلوا واش حتى هما من حقهم يستفدوا من الدعم ولا غير الأجراء. إذن كان هناك ارتباك وتواصل، لم يكن هناك تواصل. نقطة أخيرة، تقدمنا في الفريق الحركي بمقترح قانون يروم إحداث نظام التعويض عن فقدان الشغل، خاصة فيما يخص القطاع الغير مهيكل، والطلبة والشباب الباحثين عن الشغل. نتمنى أن تتفاعلوا معه السيد الوزير، ونتمنى لكم السداد والتوفيق، وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. الكلمة عن الفريق الاشتراكي للسيدة النائبة المحترمة ابتسام المراس. تفضلي سيدة النائبة. سيدة الرئيسة، السيد الوزير هو في دور في اطار الدور الرقابي اللي تنقوموا به حنا كنواب الامراء اللي خولوا لنا الدستور والنظام الداخلي نتاع مجلس النواب، هي ان الرقابه على المؤسسه التنفيذيه تتكون من عده واجهات: الاسئله الشفويه، الاسئله الكتابيه، الاسئله الشهريه الموجهه الى السيد رئيس الحكومه، كذلك طلبات عقد اللجان اللي تيكون التفاعل يعني في التفاعل تيكون داخل اللجنه، والاسئله تتمحور تتكون يعني تتطرح داخل اللجنه. وحنايا يعني فرق يعني تنصيفطوا لكم في طلب عقد اللجنه الموضوع، وحنا تنلتمسوا العذر ديالكم يعني الظروف اللي تتشتغلوا فيها الان وهذا الاخر، يعني ما تمكنتوش تجيبوا لنا الاحصائيات وديك الشيء، ولكن في الايام العاديه يعني الاطر نتاع الوزاره يعني تيكونوا جايبين يعني التصور نتاع كاع المديريات والقطاعات اللي تنطرحوا حنا فيهم الاسئله. والملاحظات ديالنا السيد الوزير بلاكس ولا الاطر نتاع الوزاره ديالكم ما تيخصهاش تحجم يعني بالديناميه والحركيه اللي تقوموا بها، خصوصا في هذا الوقت في هذه الجائحه. والاكيد السيد الوزير ان العالم كله خدا دروس كبيره، العالم كله فهم واستوعب مجموعه من الاشياء اللي تم التغافل عنها عنوه او عن غير قصد. العالم كله شرع في تقييمات لوضع استراتيجيات جديده تغير الاطروحات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. وحنايا في المغرب اول درس الكورونا هو الدوله المسؤوله، الدوله الراعيه، الدوله الاجتماعيه. ما تيمكنناش بعد الان الا ان نقوي الحمايه الاجتماعيه للعمال ولجميع المواطنين المغاربه. وهنا تتحضرني روح فقيد الامه المجاهد عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله، مهندس الحمايه الاجتماعيه في المغرب وقبه البرلمان الشاهده في الجلسه العموميه على عرضه الاستراتيجيه الاجتماعيه. لا نشك السيد الوزير انكم قمتم وستقومون بمجهود خرافي من اجل توسيع سريع للتغذيه الاجتماعيه الاساسيه، وذلك بالتسريع بالانزال تاع القوانين التنظيميه المتعلقه بمجموعه تاع القوانين اللي تم التشريع ديالها في هذه اللجنه، وباش نتمكنوا نوصلوا للرهان اللي حطيناه واللي سطرناه اننا نوصلوا 90% من التغطيه الصحيه كما جاء في برنامج الحكومي اللي سطرناه بواحد التفوق كاغلبيه حكوميه. وهنا تنقترح لكم بعض الحلول لفئات أظهرت جائحة كورونا أنها هشة جدا
وهنا تنقصد عاملات وعمال المقاهي والمطاعم. الجائحة أظهرت أن العديد منهم غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تسجيلهم هذا خلاهم تيتراكموا ما بين التسجيل في الراميد والتسجيل في القطاع الغير المهيكل. وهنا تنقترح السيد الوزير أننا نستفدوا من بعد البرامج اللي تقوم بها وزارتكم، خصوصا أن الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات تقوم ديك لي كونترا أنابيك كما تتقوم مع مجموعة تاع الشركات الكبيرة، هي أنها تعطي ديك السنتين تاع اللي يعني تتساعد فيهم المقاولات وديك الشيء بأنهم يخدموا يشغلوا العمال، وهي تدعمهم في ديك التغطية الصحية لديك مدة السنتين، وهذا غيكون دعم للعمال بأنهم تياخذوا يعني مستحقاتهم في التغطية الصحية، ولا المشغلين يعني تنشجعهم أن ديك السنتين تتنفس عليهم وتيبقى ملتزم حتى هو معاك، يعني تيبقى ملتزم تيعرف بأن حق حق من الحقوق نتاع هذوك العمال. بعد اليوم السيد الوزير ما خصناش نقبلوا في أي مجال عمال ما منخرطينش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إما بابتكارات واقتراحات وحلول تتسهل على المشغل أنه يسجل ديك الناس، لأن الأهم والدرس المهم اللي خصنا نستوعبوه من هاد كورونا هو أن يكون المحور الاجتماعي في منهجيته هو أولى أولويات هذه الحكومة. تنتسألوا معكم السيد الوزير ولا بغينا التصورات ديالكم كيفاش غتعاملوا مع مجموعة تاع القطاعات كالسياحة، لأننا حنايا غنتعايشوا دابا مع هذا الوباء، وفي أغلب الظن واخا غيكون رفع الحجر الصحي غيكون رفع حجر صحي تدريجي، يعني قطاع السياحة يعني من المستبعد بأن ديك العمال غيعاودوا يشتغلوا، قطاع الممولين نتاع الحفلات يعني رفع تدريجي للحجر حتى هو يعني غيعيق بأن تقام الحفلات والأعراس، كيفاش غيتم التجاوب معهم؟ كاينه اشكاليه اخرى السيد الوزير، هي الاشكاليه نتاع التسريح نتاع العمال من طرف بعض المقاولات على اساس ديك هاد المعايير نتاع السلامه الصحيه ولي ميزور نتاع سيكوريتي وتاع سانيتير، يعني غيبقاو يلقاو فرصه بانهم يقول لك انا تنخدم 300 عامل خصني 150 في ديك الاخر، كيفاش غيتم التعامل مع هاد الحالات؟ واللي مهم في هذه الظرفيه هو انكم يعني كحكومه كل القطاعات المتقاطعه اللي تتقاطع وتتشارك في البرامج نتاع الشغل ونتاع الشباب، خصوصا في مجال العمال، وزاره الداخليه، وزاره الصناعه، وزاره الصحه، وزاره الماليه، في اليوم عاد غير المقبول يعني الاشتغال، يعني كل قطاع اشتغل على برنامج يعني على حده، خص توحيد الرؤيه وتوحيد المقترحات وتوحيد الجهود باش نعطي باش يكون عطاء احسن. حنا اليوم تنتعايشوا مع هذا الوباء، بغينا السيد الوزير يعني في هذا القانون التعديلي تاع هذه الماليه تنتمناو بان البرامج المهمه اللي سطرتها ولا خطتها وزارتكم يعني في البدايه نتاع هاد السنه يعني ما يتمش التحجيم ولا يعني شنو يعني التبديل ديالها ببرامج اخرى ولا التعويض ديالها باشياء اخرى، لان في هاد الولايه كانت مجموعه نتاع البرامج اللي مهمه اللي تتهم الشباب، اللي تتهم التشغيل، اللي تتهم استراتيجيه نتاع الشباب، يعني تنتمناو بان تعطى لوزارتكم واحد الدعم كبير احسن من الدعم اللي كانت تتاخذوا. النقطه الثانيه، لا شك السيد الوزير ان الموارد البشريه نتاع وزاره مهمه كوزارتكم ضئيله، وحنا هذا الشيء نبهنا له الوزراء اللي كانوا قبل منكم، وما يمكنناش الان نحاسبوهم ولا نحاسبوكم على اشياء ما غتقدروش تقوموا بها في هاد الظرفيه بامكانيات بسيطه. مفتشين الشغل يعني العدد ديالهم ما تيتجاوزش الا ما غلطتش واقيلا 3000 ولا 3 يعني الرقم تاع مفتشين تاع الشغل 300 وهاد 300 وهاد النقطه يعني راه كاينين هنا معنا الاطون تاع الوزاره، يعني في كل مناسبه في كل طلب عقد لجنه كنا تنشيروا للوزير السابق بانه يقوم بالالتفاته لهاد القطاع والتقويه نتاع هاد الجهاز نتاع المفتشيه. طب الشغل كذلك السيد الوزير يعني خص تكون التفاته لا
على المستوى التشريعي ولا على مستوى المراسم التطبيقيه. كذلك الصندوق نتاع كذلك صندوق المفتشين نتاع الصندوق نتاع الضمان الاجتماعي يجب تهما التمكين ديالهم، يجب التمكين نتاع جوج هذه الاجهزه المفتشين نتاع الشغل وهاد المفتشين التمكين ديالهم بوسائل باش يشتغلوا بها باش يكون واحد المردود احسن. نقطه اخرى هضرتي لنا السيد الوزير بان كانت هناك لقاءات مع النقابات يعني الاقل تمثيليه. سيد الوزير يعني ما نخفيش عليكم يعني مجهودكم يعني ملاحظة ديالنا تنتمنى ما تحجمش من الديناميه اللي تشتغلوا بها. احنا في واحد الظرفيه حساسه، ظرفيه اللي خصنا نكونوا مجتمعين، كان بالاحرى يعني تكون جميع التمثيليات النقابيه، لان نقدروا تكون تمثيليه يعني ما عندهاش اكبر تمثيليه ولكن يكونوا مقترحات مهمين، وهذا اللي ما بغيناكمش تغاضوا عليه، بغيناكم تكونوا الوزير نتاع الكل خصوصا في هذه الظرفيه، ويتم التشاور مع الجميع والاستماع للجميع والانفتاح على الجميع. وشكرا. شكرا. سمحي لي السيده الرئيسه طولت، راني شفت فيك، شكرا بزاف. بالعكس جبتي الوقت ديالك هو هذاك، تبارك الله عليك. معليش كل شيء كيتعلموا الواحد. عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، الكلمة للسيد النائب المحترم رشيد حموني. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيسة، سيد الوزير، سيدات السادة النواب. يعني الكل اليوم يجمع على أن بلادنا كباقي دول العالم غادي تواجه انعكاسات سلبية وغير مسبوقة من جراء هذه الجائحة، وهي انعكاسات تزاد الحدة ديالها اقتصاديا واجتماعيا بفعل الظروف ديال الجفاف والآثار المدمرة للفلاحة خصوصا على المجال القروي، ومما زاد معاناة بعض الفلاحة بعض الأقاليم كإقليم بولمان وإفران وموزار. هاد الموجة ديال التبروري ديال البراد اللي جات مؤخرا اللي دمرت جميع المحصولات ديال الفلاح. ولهذا بلادنا اليوم مطالبه بتعبئه ديال الامكانيات ديالها كلها لمواجهه هذا الوضع والخروج من 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 نوب اقل الاضرار، وذلك بتبني واحد الخطه لانعاش الاقتصاد الوطني، ويكون على واحد الاسس اللي هي جديده وتصور جديد. واللي بينت هذه الجائحه كذلك يعني الواقع ديال الهشاشه اللي كيعاني منه المغرب، لان اليوم على حسب التصريح ديال الحكومه غير في القطاع الغير المهيكل 4.3 مليون اسره اللي استفدت. ملي كنديروا واحد لا مويان غير ديال 4 في كل اسره هي تقريبا 22 مليون ولا اكثر من 20 مليون اسره اللي هي في وضعيه هشاشه وفقر، وهذا الشيء يسائلنا جميعا واش هذا المعطى مطمئن بلا الجائحه. يعني اليوم الجائحه كشفت لنا واحد الوضعيه اللي ما كناش كنتابعوا لها. كذلك بينت لنا بان اليوم خص ضرورات وضع الانسان في قلب العالم في قلب العمليه التنمويه واعاده ترتيب السياسات العموميه الوطنيه. وهذا الشيء لابد باش يكون يعني من الاولويات ديالنا، وهو التدخل المباشر في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وضمان الولوج إلى الأنشطة الإنتاجية اللي عندها طابع حيوي واستراتيجي، مع التأكيد مع الدور اللي كيلعبوا القطاع الخاص. القطاع الخاص اللي كنتظروا يكون منتج وناجع ومسؤول اجتماعيا وبيئيا كذلك. احنا في التقدم الاشتراكي كذلك ما يمكنش نفصلوا ما بين الاسئله الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه وبين المساله السياسيه، لان كاين ربط جدلي بين مختلف هذه المستويات. وكنعتبروا يعني الى خلينا من في هذه التركيبه بشي يعني قطاع من القطاعات لابد باش ينعكس سلبا على المستويات الاخرى. وهنا كنسجلوا اليوم الضبابيه اللي كتعامل بها الحكومه في الطريقه ديال التدبير موضوع ديال الاعلان عن رفع ديال الحجر الصحي من عدمه،
اليوم حنا على بعد نهار ونصف على رفع الحجر الصحي، والحكومة كتعامل مع الشعب المغربي بواحد الضبابية وعدم يعني توضيح للشعب المغربي، مع العلم أن الشعب المغربي ناضج كما التزم في البداية الالتزام ديالو بالحجر الصحي، اليوم باغي يعرف غير شنو هي الإجراءات المستقبلية. ما يمكنش حتى باقي نهار ومازال الحكومة ما علناش، ما عدا في بعض الصحافة اللي قرينا الآلاف ديال 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 ليزارتيكل، وكل جريدة جايبة لنا تصور منين كتخرج هذيك المعلومات وشكون كيعطيها لها، والمؤسسة التشريعية إلى حدود اليوم مازال ما عندهاش تصريح رسمي من عند الحكومة كيفاش الرفع ديال الحجر الصحي أو عدم الرفع من الحجر الصحي. وما يمكنش تتبقى نهار كان مبرمج رئيس الحكومة حتى الخميس حتى المور عاد يجي البرلمان، يعني على الأقل بعدا جابوه بنهار قبل النهار قبل تم تغيير الوقت باش المغاربة عاد غادي يعرفوا. هذه مسألة ما مقبولاش نهائيا، كما الدول الأخرى كيعطيو تصور إلا كان الحجر الصحي ها شنو غنديرو، وإلا ما كانش ومن بعد الإعلان الإعلان يعني واش يكون لا بأس يعلنوا عليه نهار أو يومين، ولكن يكون واحد التصور ديال الحكومة ديال 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 هذه المسألة هذه. النقطة الثانية السيد الوزير، اليوم كما جاء في العرض ديالكم إن كاين واحد الشلل تام لبعض المقاولات وبعض القطاعات، وهذا الشيء غادي ينعكس على التسريح ديال العمال، إما يكون بسبب إفلاس بعض الشركات وإما تسريح جماعي، وسيستغلون هاد الظرفية. اليوم كنتسائلوا مدونة ديال الشغل، ملي كنشوفوا مدونة الأعمال الشغل يعني ما كتعتبرش الأمراض والأوبئة كقوة قاهرة، ما اعتبرتش يعني الأمراض والأوبئة كقوة قاهرة باش غدا يمكن لهاد العمال أو المشغلين يستافدوا منها. السؤال ديالنا اليوم، واش هاد القانون ديال الشغل غينصف أرباب العمال والعمال، أو لا سيغلب أرباب العمال عن العمال؟ ومستقبلا ستكون هناك معارك قانونية في المحاكم في هذه المسألة، لأن كنعرفوا الثقافة ديال الباترون وبعض الباترون اللي هي غير مواطنة، ستستغل هذه الجائحة وستسرح الآلاف من العمال. كيفاش من الناحية القانونية يمكننا نتعاملوا معها؟ بالخصوص أن في التصريح ديالكم في شهر أبريل جاء بأن أكثر من 900 ألف أجير اللي مصرح بهم اللي توقفوا مؤقتا، وجوج على ثلاثة المقاولات اللي متضررة من الجائحة، يعني أرقام اللي هي مهولة. إن اليوم تدبير الجائحة دبرتها الحكومة بواحد الشكل ديال أنها أعطات هذاك التعويض للأجراء وأعطات لحامي الرميد وفكت على غير المهيكل، ولكن هذا الشيء غادي يتوقف في شهر جوان. حنا الخطورة هي ما بعد هذا شهر جوان، واش الحكومة قادرة اليوم توفر وعلى الأقل القوت اليومي لهاد العمال وهاد المواطنين المضطرين، أو لا مورا شهر 6 غادي يمكننا نعانيو واحد يعني لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي، اللي هي مسألة خطيرة اللي خصنا ننتبهوا لها. وشنو هو التصور ديال الحكومة؟ باش نرجع للقانون اللي جا في العرض ديالكم ديال 25/20، يعني كان لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من بعد هذا القانون السيد الوزير تم إصدار بعض القرارات لبعض القطاعات منهم قطاع الفلاحة. في 28 أبريل جاء في قرار ديال وزير الفلاحة يقول بأن قطاع الفلاحة الفلاحين يعني القطاع النباتي، تربية المواشي، تربية النحل غير متضررين من الجائحة. كيفاش تم هذا القرار؟ واش كانت دراسة ديال جدوى ديال هذا القرار؟ أنا أخاطبكم اليوم كعضو في الحكومة، يعني هذا قطاع اللي هو قطاع آخر ولكن عضو كذلك في لجنة اليقظة، كيفاش خديتوا هذا القرار؟ من بعد هذوك الفلاحة اللي مسجلين في السجل الفلاحي الكل تم حرمانهم من الاستفادة، ولو يكون عنده نصف قطار ويكون غير في اراضي الجموع تم الحرمان ديالهم، لان دمجوا المعلومات ديال السجل الفلاحي مع 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 المعلومات الاخرين وكيتم اقصائهم اوتوماتيكيا، وهذا هو اللي خلى الاشكال. كيف اني فلاح صغير الاسواق مسدوده والناس اللي كتربي المواشي وكتقول له غير متضرر، في غير يبيع ديك الفلاحه ديالو؟ او لا الا عند هاد الناس اللي كيدبروا هذا القطاع على المستوى الحكومي كيعتبروا الفلاحه هي الفلاحه الكبيره هي اللي كتصدر، الفلاحه الصغار ما عندهمش في لاجوندا ديالهم نهائيا ولا يعتبرونها. هذا هو اللي خلق مشكل، وخص المواطنين يعرفوا بان الاشكال الحقيقي للحرمان ديالهم هو القرار المجحف ديالهم.
كذلك في القطاع ديال الصناعه خرج قرارات غير متضرره. نعطيك مثال ديال 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 كراء السيارات، ديال المقاهي، ديال المطاعم، ما كاينش في هذاك القرار وما خديتو حتى اجراء بموازاه لهاد الناس. هاد الناس كاينين، ماشي اللي عنده مالك واحد المقهى ولا مطعم، كيكون غير كاري كاري وحتى الماتيريال كاري ولا واخد كريدي. اليوم الحكومه ما قدرتش حتى تجلس معاهم، وجهوا لها طلبات للرئيس الحكومه ولجنه اليقظه وتجاهلوها، وكيبلغ اكثر من 12000 غير اللي في الجمعيه ديال اصحاب الارباب المقاهي والمطاعم. يعني الحكومه الا كانت هضرت بواحد الشعار المواكبه ديال الناس المتضررين من الجائحه خصها تكون قاده به، ما خصهاش تبقى تعطي الامل للناس اللي غدا اليوم كنوليو كمنتخبون حنا هما اللي في الواجهه، اما في الحكومه راهم في العرش العالي هما، ما كيجيو حتى شي مواطن، حتى التليفون بعض الوزراء ما كيجاوبوش فيه. ولهذا وجب على الحكومه انها تستقبل جميع الناس وتدرسهم وما تعطيهمش الامل اللي ما تقدر لهاش، كما عطات للشركات وعطات لها في الابناك تخلات على الوعود ديالها. راه الخطير هو اننا كنبخسوا المؤسسات وكنعطيو واحد الصوره اللي كتضعفنا. مازال شحال مازال؟ قريب. انا نمشي لبعض المقترحات. يعني سيد الوزير بعد القطاعات، واش عندكم جرد وترتيب القطاعات المتضرره؟ اول حاجه يكون واحد الجرد والقطاعات وشنو هما الاجراءات. كذلك تحددوا حتى الاليات لدعم هذه القطاعات المتضرره، وتشاركوا البرلمان وتشاركوا المقاولات وتشاركوا الابناك وتشاركوا النقابات. ما يمكنش لجنه اليقظه فيها سبعه الناس هي اللي كتدبر هذا كقطاع تشغيل الشغل والاتفاقي خاصة يكون المحترم. إذا شو جبتوا له تاتي؟ مش كيعقبونهم القاعة. إذا الكلمة للسيدة النائبة المحترمة ابتسام إشراق البويسفي. تفضلي سيدة النائبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا سيدة الرئيسة، سيد الوزير المحترم، سيدات السادة النواب المحترمين، أطر الوزارة وأطر البرلمان، تحية. بداية نهتم بمجهودات الحكومة في تبرير تداعيات الجائحة ودعم المتضررين تنفيذا للتعليمات الثانية لحد من آثار تفشي الوباء. الحمد لله هناك إجماع وطني ودولي على نجاعة المغرب رغم صعوبة المرحلة، يعني في الصعيد الدولي والعالمي، تدريبها التلاحم والتعاضد أمام الموارد الحيوية لهذه الدولة، والتي تنعكس بدء التوالي على الطبقات المتوسطة والفقيرة وعلى الشغل. الحكومة مشكورة على تدبير هذه الخطوة الأولى للوضع الاجتماعي لدعم الطبقات الشائق للوضع، والأكيد أنها جمدت لكن دعم هذه الفئات واثرت الخروج للبحث عن أسمتها اليومية. شكرا على الآراء وأخطاء لدعم هذه المستفيدين، ونرجو من الحكومة والوزارة المعنية باش تباركها ستكون هناك دعيات من قطاع بشكل كبير في توفير المقاهي والمطاعم السادة المتنقلون تاكسيات الشرف اليدوي الباص نجار الباقي الحمامات كالفنادق
الدولي يعتمد على الضغط يدعم. لا بد من تشجيع وتحفيز السياحة الداخلية بإعطاء فرص للمواطن المغربي للاستمتاع والتعرف على الأماكن والمعالم التاريخية لبلادنا. وطبعا نتمم مجهودات الوزارة في إخراج التغطية الصحية للتجار، وندعو السيد الوزير لإسراع بتوسيع الحماية الاجتماعية بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية على بعض السيدة النائبة المحترمة غير منظمة والإسرام في ضمان. شكرا سيدة النائبة المحترمة. الكلمة لسيد النائب المحترم سي محمد بوشنيف، تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير المحترم، أستاذ الحضور. بطبيعة الحال احنا في العدالة والتنمية نعتبر هذه المجهودات التي بذلت الحكومة بمختلف قطاعاتها يعني وهي كثيرة وجد إيجابية تمثل الجزء المملوء من الكأس ونحمد الله عليه، ولكن في إطار الجزء الفارغ من الكأس الذي نتمنى أن نقلص منه لا بد من إثارة بعض الأمور. فأولا السيد الوزير، احنا كنشوفوا أمام هذه الجائحة المجهودات التي بذلتها دولة المغرب الحمد لله أعطت ثمارها، ولم نشهد ما شهدته الدول الأخرى على مستوى عدد الضحايا. وأمام ما يصيب الاقتصاد الوطني تقريبا واحد الخسارة ديال مليار درهم في اليوم وأكثر من 2 مليار ديال الدرهم يعني من الدعم شهريا من جهة، ومن جهة أخرى أن الحمد لله المؤشرات التي تتعلق بكورونا يعني تحسنت بكثير، وكفى الحمد لله أن يكون عدد الوفيات صار 0 وفيات، بدأ يتكرر في الآونة الأخيرة وارتفاع نسبة المتعافين، وطبعا زيادة عدد يعني الكشف عن المرضى. إجمالا الحمد لله هذه الأمور كلها إيجابية، وبالتالي نتمنى أن لا يتم تمديد فترة الحجر الصحي لمرحلات إضافية، ونعتمد مقابل ذلك ونراهن على الوقاية، على الوقاية والتحسيس بالتوعية، ونتمنى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوفقنا جميع باش إن شاء الله نستمر في هذه النجاحات اللي حققناها. سيد الوزير، بالنظرة ما بعد فترة كورونا كاين واحد المجموعة ديال الأمور اللي كطرحها وكذلك الآن نيس، فعلى مستوى الدعم الموجه لمختلف الفئات أعتقد أنه مازال ما حققناش الاستهداف بشكل دقيق، ومازال فئات كتنتظر باش توصل بهذا الدعم الموجه. ونحن نتحدث عن الدعم نسائل أنفسنا كيفاش كنا غادي نديرو لو لم يتم إصلاح صندوق المقاصة اللي خلى ميزانية الدولة كتربح عشرات ديال الملايير سنويا، كيفاش كنا كنديرو لو جلالة الملك ما خداش هذه المبادرة ديال إحداث هذا الصندوق لمواجهة تبعات جائحة كورونا. يعني كل شيء باغي الدعم، كل شيء متوقف على الدعم، كيفاش كنا غادي نديرو لو لم تكن هذه المبادرات؟ وكذلك فتح ورش الدعم الاجتماعي خلال الولايات السابقة واستمراره في هذه الولايات. وهنا كنتسال السيد الوزير، لأن كنشوفوا عندنا شركات كبرى طبعا كانت تراكم أرباح سنوية، ولكن للأسف أنه في تواجيز كل العيب توضع على الدولة، كل العيب توضع على الدولة. إذا هذا إشكال حقيقي كنطرحوه، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أنه مستقبلا نعمل على تنمية اقتصاد ديال الوطن
وكذلك تهيئ يعني ما يلزم الاحتياط كاحتياط لهذه الازمات اللي كتجي عابره. وحنا كنذكروا السيد الوزير على هذه المساله ديالها في الحجر الصحي ان شاء الله يتم يكون قريب. كنوقفوا عند قطاع اللي فيه تقريبا 1 مليون ديال البطاله، وهو قطاع ديال المقاهي وفي ديال المطاعم اللي كنا كنتمناو ما عرفتش بالضبط علاش بني هذا القطاع هذا. شكرا السيد النائب المحترم. الكلمه لسي عبد المجيد جوبيش، تفضل سيد النائب المحترم. السلام عليكم السيد الوزير. اولا جائحه كورونا هي جائحه عجزت الاقتصاديات الكبرى. احنا من جينا نسولكم سيد الوزير عن عدد المقاولات التي اغلقت ابوابها، ولا على عدد الاجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، لان مادام كنتكلموا على 195 مليون منصب شغل فقدوا عالميا، اذا ما يبقاش اشكال مطروح. ما كنسالكمش هنا ما كنسالكمش على البرنامج الحكومي، طالما ان الجائحه كانت مفاجاه للجميع. وانما احنا جينا بنقول لكم السيد الوزير خصنا جميع المغاربه نقولوا باز كيفاش المغرب استطاع يصمد امام هذه الجائحه رغم الامكانات ديالو متواضعه، ورغم الموارد لا في قطاع الصحه لا في غير قطاع متواضعه، ولكن رغم هذا اصبح يضرب به الامثال في التعاطي مع الجائحه. ضبطوها وبائيا، والادله الان في قطاع وزاره الصحه. دبرتها اجتماعيا ملي كنتكلموا على 7.5 عائله مستفيده يعني 22 مليون مستفيد. دبرتها اقتصاديا في اطار دعم المقاولات. انا ما غنناقش تداعيات الجائحه على جميع القطاعات، حنا كننتظروا قانون الماليه التعديلي، وكننتظروا كذلك مستقبلا النموذج التنموي الجديد. ولكن بعض الاشكالات اللي صاحباتكم السيد الوزير وعرقنا في العمل ديالكم باش ما يخرجش ويكون عمل متميز. اولا تعطل ديال السجن الاجتماعي، ما كتحملوش في الحكومه انتم مسؤوليه الحكومه طالما انه عند البرلمان، ولكن انا الاوان بالسجن الاجتماعي يخرج. مساله اخرى عدم تسجيل الاجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه المساله خصنا نحسموا مع السيد الوزير. المراسم ديال التغطية الصحية سيد الوزير ديال المستقلين غير الأجرة حتى هي خصنا نحسبوا فيها. أعوان مفتش الشغل الآن ونحن نريد باش نديروا الخروج الجزئي أو التدريجي، عندنا إشكالات المقاصف الداخلية المرافق الصحية، هذا أمل خص مفتش الشغل يكونوا راقبوا قبلا. الآن محتاجين أن العديد من المقاولات تعاود تهيكل مقرات العمل ديالها باش تحترم هذه المسائل. قطاع الخدمات السيد الوزير، المقاهي، المطاعم، خصنا تما نفكروا فيهم السيد الوزير. اولا كيشغل واحد يد عامله كبيره، وثانيا على انهم في الجائحه ركعتوا الحاله الماديه اللي وصلوا لها. برنامج الرميد خصنا تا هو نعاودوا فيه النظر السيد الوزير، ما يبقاش يدبرت ولاتيا، خص ضروري تكون واحد الوكاله. عندي بعض الملتمسات السيد الوزير طالما ان الوقت لا يسمح. عدد الاسر السيد الوزير ما استافدتش لان ما عرفتش تتعامل مع هذيك لابليكاسيون سمارت فون، لان عندك كاين واحد الاميه في هذا المجال. هذا ملتمس، عاودوا فتحوا لهم المجال مره اخرى. شكرا السيد النائب المحترم. شكرا. الكلمه للسيده النائبه فاتحه الشوباني، تفضلي السيده النائبه. سمح لي السي عبد المجيد ما كاينش الوقت. ما شاء الله. ما بقى شكون اللي باقي؟ إذا الكلمة لسي أيت العديلة، تفضل سي أيت العديلة. شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير، السيدة السادة النواب المحترمين، السادة الحضور الكريم. بداية لابد أن أشكر مكتب اللجنة
وموظفي المجلس واللجنة كذلك على تهيئة الظروف للمواكبة وللمشاركة عن بعد عبر هذا التطبيق. الحمد لله عودنا أرغبة الحضور داخل اللجنة من أجل الإدلاء بعض الأفكار بعض الآراء ديالنا حول الموضوع. ثانيا أشكر السيد الوزير على العرض القيم الذي قدمه في مجموعة المعطيات حول ما قامت به الحكومة والوزارة وكذلك بعض الإجراءات التي ستواكب فترة ما بعد الحجر الصحي للنهوض والإقلاع بالاقتصاد الوطني وبالشغل خاصة على المستوى الوطني. فهذه كلها مجهودات جبارة. نحيي السيد الوزير والوزارة وكذلك الحكومة على كل ما قامت به. الحمد لله رغم الظروف القاسية ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها العمال والمستخدمين والأجراء بشكل عام، لكن ولله الحمد الإجراءات اللي كانت مواكبة للجائحة والتدابير التي اتخذتموها كانت الحمد لله في المستوى التي جعلتنا كمغاربة نفتخر ببلدنا وبمؤسستنا وبكل ما قامت به الحكومة والوزارة خاصة. كذلك نبدا نشكر الإجراءات الأخيرة التي مد بها صاحب الجلالة من تعليمات ومن توجيهات حول المواكبة ديال العمال بعد الرجوع للعمل وخاصة في إطار التشخيص للبحث عن 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 كوفيد 19 وعن عن كورونا بالنسبة للعمال والإجراءات التي اتخذتموها كاحترازية داخل المقاولات، وهذا مهم جدا اللي كيعطينا واحد الطمأنة نفسية واجتماعية من أجل العودة العمال إلى عملهم. فنظرة ضيق الوقت لا يكفي أننا نناقشوا الاستراتيجية. أتمنى من اللجنة وأتمنى من السيدة الرئيسة أنه في وقت لاحق إن شاء الله يكون حضور أكثر ووقت أكثر من أجل التحدث عن الاستراتيجية وعن يعني ملائمتها للوضع الواقع الجديد. وشكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. أنا أخذ حقي كعضو في اللجنة في الكلمة. أولا كنشكر السيد الوزير على العرض اللي قدمه وكنتمناو يتفاعل أكثر مع اللي جاي. أولا أنا كنضم صوتي لصوت واحد لكل النواب لأنه الواقع يرتفع ولا يرتفع عليه، بحيث أنه جميع الإشكالات اللي عشناها ما يمكنش حتى شي واحد ينكرها، ولكن يمكن لنا نقوله بأن الأعطاب اللي فيها جاية من أنه هناك واحد الواقعة طارئة أو هناك طارئ، وهذا الطارئ ما كانش في الحسبان، وبالتالي كندبروه باليوم باليوم وكنستفدو من الأخطاء اللي كتكون. إلا أنه مع ذلك هذه الجائحة بينات أساسا واحد المجموعة ديال الخلل اللي موجود في العمل ديالنا. جوج ديال الأشياء الآن تقاست بشكل كبير. نبدأ بمنظومة الحماية الاجتماعية. منظومة الحماية الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتأمين الصحي أو المساعدة الاجتماعية بان بأنها واحد نقطة ضعف كبيرة. كاين خلل في الاستهداف، كاين واحد المجموعة ديال المشكلات اللي طرحت. هذه الإشكالات اللي كان بإمكاننا أننا نتجاوزوها لو كان بدينا في الورش ديال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية اللي صاحب الجلالة سبق له في افتتاح الدورة ديال البرلمان في 2018 في أكتوبر 2018 أعلن على أن منظومة الحماية الاجتماعية كيخص يتعاود فيها النظر، وهذا بطبيعة الحال للإشكالات اللي طرحت لا في الرميد لا في غير منه من الأشياء. والحماية الاجتماعية هي من الواجبات الأساسية ديال الدولة على المواطن اللي حددها الفصل 31. المسألة الثانية هي أن الآن الواقعة الكبرى اللي غادي نكونوا أمامها هي أنه هذيك البطالة وأساسا عطالة الشباب اللي أيضا صاحب الجلالة كان دعا في افتتاح وكنقول بعدا في البرلمان لأنه مسؤولين تحنا ماشي الحكومة، هذه هي مؤسسة الدولة في إطار ديمقراطية ولكن كل واحد مسؤوليته محددة.
فصاحب الجلالة قال بأنه قال ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية. هاد جوج ديال الأوراش غادي فيما يخص الحماية الاجتماعية من أكتوبر كنعتقد لشهر 11 أو شهر 12 وزارة الحكمة إداك درت واحد المناظرة وطنية ومشينا لها بحال الزوار في نهار واحد، ولكن فينا هي المخرجات ديالها؟ ما عندنا شيء. فيما يخص السياسة المندمجة للشباب أيضا أنا في الجهة اللي كنتمي لها مراكش أسفي ذات يوم تعرت باش نمشي ما سمي المنتدى الجهوي لتشغيل الشباب أو شيء من هذا القبيل، حضر فيه السيد الوزير السابق سيدي محمد يتيم، وكان فيه الوالي وكان الستاف كله هو، ولكني ما كيناش الرؤية وما محددينش المسؤوليات وشي كيرمي على شي. النتيجة أنه هاد الأوراش دابا اللي التي تباطأنا في العمل في الاشتغال عليها، لو كان اشتغلنا على غير 50% كنا نجنبوا بلادنا واحد المجموعة ديال الإشكالات اللي راها مطروحة. حنت لابد نقولوا هاد الهضرة، اللي نقد البلاد هو التضامن الكبير ديال المواطنين المغاربة من أعلى رأس فيها إلى أقل، إلى بغينا نقولوا صح هذا التعبير هذا، فاشتركوا فيها الفاعلين الاقتصاديين، الفاعلين السياسيين، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية إلى غير ذلك. هذاك صندوق كورونا راه ماشي جا من العدم، جا بالضبط من هذاك الإسهامات اللي قدموا الناس كل على قدر استطاعته. هاد ايضا اللي كي النتيجه هي كاين واحد البطء في تسريع وتيره ديال الاشتغال والانجاز. كنتكلموا على مسؤوليتنا كبرلمان، حنا في هاد اللجنه ديال القطاعات الاجتماعيه صوتنا على القانون الخاص بالتغطيه الاساسيه عن المرض لفئه المستقلين، القانون 98/15 لا زال رهين النصوص التنظيمية. إذا ماشي عمل البرلمان دار خدمته، هذا عمل الحكومة. فيما يخص الشباب صوت أيضا هاد اللجنة هادي في هاد الولاية هادي في دجنبر 2017 على مشروع قانون رقم 89/15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. هذه كلها هي آليات جابها دستور 2011، عمرها ما كانت في الدستور، وهي آليات الحقوق ديال الإنسان، آليات الحكمة، آليات الديمقراطية التشاركية. لما كندير واحد النص وكيبقى واحد عامين ولا أربع سنين ولا وهو مرمي، معنى هذا ما كيناش إرادة سياسية لجعل الدستور كوثيقة يسري على مستوى الواقع. ولذلك لما كنقولوا هذا الكلام لا نقوله للتشفي ولا نقوله للنكاية، ولكن نقوله بكل وطنية، لأننا نريد أن نخطو إلى الأمام القفزة التي نستحقها. لأنه مني غادي تجيني الإحصائيات في 2016 وتقول لي بأن نسبة البطالة في المغرب هي 128 من 183 بالنسبة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، هذا كيسألني. ولذلك قبل ما غادي نصلحوا لابد أولا من تحديد شنا هي الأعطاب اللي خلتنا هذا المجهود اللي كنبدلو ما كيمشيش للمدى ديالو، ما كيحققش الأهداف ديالو. نهار اللي نجلسوا نديروا هذه ونتمناوها في القريب، وإن كان راه واحد المجموعه ديال المؤسسات الدستوريه راها علنت عليها، انا كنعرف شنا هي الاشكالات ديال انك دير سياسه مندمجه للشباب. حيت هذا الموضوع ها هو عند وزاره التعليم، ها هو عند وزاره الشباب والرياضه، ها هو عند وزاره الشغل والادماج المهني، وجزء منه في الوزاره ديال التضامن بالنسبه للاشخاص في ذوي وضعيه صعبه. إذا
هذه المسائل هذه كتخلي ان كل وزير كل وزاره كتشتغل كقطاع مغلق دون ان تعلم ما يجري في 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 المجال الاخر. ولذلك لابد من شيء اليه على مستوى رئاسه الحكومه على مستوى رئاسه الحكومه لانها هي الراس باش تكون هذه الاستراتيجيه كتضم هذه الفاعلين وبرؤيه تشاركيه ايضا اللي مازال ما وجدنا ليهاش الاليه ديالها هو المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وينضاف اليه ايضا قانون التطوع اللي باقي كيتسارى في شي قنت يمكن نجلسوا بصدق وب وطنية تستحضر الوطن ومصلحته قبل ان تستحضر الامور والجزئيات البسيطة التي تذهب مع الزمن. ولذلك الامم التي تتقدم هي الامم التي تعرف تدبير امكاناتها ومواردها ولو على قلتها والتي تاخذ بعين الاعتبار تدبير الزمن لان الزمن يستحيل ان نبقاو نمشيو نحطوا واحد القانون ويبقى 20 عام راه غير في شهر واحد في تاريخ باقي ما كملتش. اذا قلت تدبير الزمان تدبير الموارد البشرية هذا كيمكن له أساسا ينجحنا كمغاربة. وهذا المغرب كنعاود نقولها هو المركب اللي كنركبوا فيه جميعا أغلبية ومعارضة ولا تتقب ودخلوا الماء لا قدر الله وعمرها ما غادي تكون لأن المغاربة باقي وهذه الجائحة هذا هو اللي بينات أنهم كيحبوا بلادهم يحبوا بلادهم ومستعدين يضحيوا على بلادهم. درت 9 دقائق سي جوبيج و7 ثواني شكرا. كلمة لا أطلب لنفسي إلا ما أطلبه للغير وقل أحيانا يلا الكلمه للسيد الوزير تفضل. الوزير شكرا. شكرا السيده الرئيسه. شكرا السيده تميز ايجابي حضره الله. شكرا السيده الرئيسه. السيدات والساده النواب كنشكركم على التفاعل ديالكم ولكن قبل ما نبدا لابد انني نتوجه بالشكر الجزيل للاطور ديال الوزاره على العمل الكبير اللي داروا خلال هذه المرحله جميع المشتغلين خلال هذه المرحلة من أعضاء ديال من الأعوان ديال تفتيش الشغل والمدراء ديال الوزراء الجهويون والإقليميون قاموا بمجهود كبير لابد أن نشكرهم عليه بالإضافة طبعا إلى الذين يشتغلون في باقي القطاعات الأخرى الذين أبلوا البلاء الحسن وكانوا في مقدمة في مراكز متقدمه في هذه المعركه ديال مواجهه هذه الجائحه. نشكر ايضا المستخدمين والاطور والاداريين ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قاموا بمجهود كبير جدا من اجل اخراج هذه التدابير التي اتخذت الى حيز الوجود والتعامل مع الاجراء ديالنا المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. طبعا باقي الأجراء ديال القطاع الخاص ايضا ادوا الدور الكبير جدا اللي مطلوب منهم انهم يديوا خلال هذه المرحله كانوا واقفين الوقفه اللي خص يوقفوها وهذا مشكور عليه واداوا ادوار اساسيه خلال هذه المرحله. ما عرفت منين غنبدا ديال السيده راه شحال عندي ديال الوقت دابا شوف باش بقى لي كنت دابا مع 3 مع 15 لا دابا داكشي اللي خليتي ليا ماشي داكشي اللي كندبز معايا انا. لا ان شاء الله المره غادي نبغيو ان شاء الله هذا مكتوب يوصلنا مكتوب واخا ما كاين بس يمكن نديرو شي عقد للجنه باش تعطينا هذاك التصور اللي قلت ان شاء الله ان شاء الله نتشاركوا فيه. واخا دابا انا غير بغيت ندير شي اشارات في الاول هذا المجهود اليوم اللي دار في بلادنا وللجميع زعما بغض النظر على الكلام اللي سمعنا جزء منه في هذه اللجنه للجميع اليوم كيفتخر به
واللي بلادنا عطات به المثال على المستوى العالمي في واحد العدد ديال لسنا الدولة المثالية على المستوى العالمي، ولكن من بين الدول اللي قدمت نموذج مهم ونموذج كان واضح المعالم والمنهجية ديال التعاون مع هذه الجائحة كان المغرب فيها واضح. هذا مهم، هذا ما جاش فقط من التضامن ديال المواطنين فقط، صحيح التضامن ديال المواطنين والتعاون ديالهم هذا حاضر وكاين، ولكن ايضا الحكومه كاينه دارت شي حاجه، ماشي الحكومه كاع ما دارت حتى حاجه غير المواطنين واحد النهار ناضوا الضمن وبعضياتهم وداروا هذا الشيء اللي دار، لا غير ممكن، لا الحكومه لا 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 انا اللي قلت هذا الشيء دابا، لا 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 انت نائبه ماشي مواطنه، انت نائبه انا واخا واخا السيده الرئيسه اسمع، لا هذا الشيء انا اللي قلته، انا اللي فهمت هذا الكلام، فهمت ان الحكومه دائما عفوا السيده الرئيسه عفوا انا قلت ان زعما للموضوعيه يجب ان نعطي جميع المؤسسات الحق ديالها، وان جميع المؤسسات ادت ادوار مهمه. صحيح اننا بغينا اكثر من هذا الشيء كمغاربه، بغينا نشوفوا ما هو احسن، بغينا نشوفوا برامج اكثر الى غير ذلك، ولكن هذا واحد المسلسل بدا في المغرب لسنوات طويله، بدا في المغرب ماشي بدا في جيت انا او لا في هذه الحكومه او لا في الحكومه السابقه، هذا مسلسل بدا يقدر هذه الحكومه السابقه واللي هذه او اللي غتجي الى غير ذلك، هذه الحكومه تتمم داك الشيء اللي قامت به الحكومه السابقه، وانا اقدر التقدير ديالي ان يبدو ان الامور تشتغل بوتيره اكبر الان. هذا التقدير زعما يقدر اختلفوا، ولكن انا اقدر اننا كنشتغلوا بوتيره اكبر بسرعه اكبر، عوض لان البطء الا كان البطء ما كاينش البطء اليوم، كان البطء لسنوات طويله ربما الحكومه ما بعد الاستقلال كانت اشياء يمكن ان نؤخذها عليها، قد لا نؤخذها اليوم، تطورنا بشكل كبير، خصنا نبداو نشوفوا في الريترو في هذيك المرايا باش نشوفوا المغرب كي كانوا كي ولا وفين غاديين. وبالتالي انا كنظن انه للموضوعيه يجب اننا نحطوا جميع الاشياء في مكانها الذي يجب ان توضع فيه، يجب ان توضع في مكان ان المغاربه كيديروا خدمتهم وان الحكومه تدير خدمتها وان جلاله الملك قبل كل ذلك كانت التعليمات ديالو واضحه وان جميع المؤسسات في هذه البلاد اشتغلت بنفس ايجابي بنفس تضامني من اجل اداء واحد الدور. اليوم كنحسوا جميعا اننا في معركه واحده، معركه تستهدف الوجود ديالنا كمغاربه بغض النظر عن الاجراءات التفصيليه ولكن بل أكثر من ذلك يمكن أن نقول أن العالم اليوم كله يحس أنه في معركة واحدة. أحد الإخوان تحدث على أنا غنمشي أكثر من ذلك، يمكن أن أقول أنه إلا كانت شي حاجة غتراجع اليوم حتى على المستوى العالمي يجب أننا نراجعوا فعلا الأسس اللي تبنات عليها العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم اتضح أن واحد العدد ديال المبادئ التي كنا نتحدث على انها كانت تحكم العلاقات الدوليه في لحظه من اللحظات اختفى كل شيء، واصبح الجميع يتحدث عن خلاص فردي اللي هو في نهايه المطاف ماشي خلاص. الخلاص لا يمكن ان يكون في هذه المعركه الا جماعيا سواء وطنيا او لا او لا او لا او لا خارجيا. بالنسبه الاشكال على كل حال مجموعه من الاسئله اثرها السيدات والاستاذ النواب غنى الموضوع ديال التاخر ديال الدعم. اذا تحدث انا ما نحاول ناخذ مسافه واتحدث، عندنا توصلوا الاخوان اللي دبروا ماشي حنا ماشي القطاع ديالنا اللي دبروا القطاع غير مهيكل اجمالا بما فيه رميد وغير رميد ب 9 للمليون طلب، 9 للمليون طلب، وهو يعني الاسر شحال عندنا من الاسر في المغرب؟ 7,313,000 2018 ياك سي حازم، 7,300,000 وتوصلنا ب 9 المليون طلب. بمعنى طلبات تجاوزت العدد الاجمالي للاسر. واحد من المفروض ان الناس المعنيين بهذاك الدعم نقولوا تجاوزا زعما الناس اللي فقدوا المورد ديال العيش ديالهم خلال هذه المرحله ديال الجائحه، بغض النظر نقولوا الناس اللي محتاجين من هاد 7,300,000 شحال ممكن يكون الناس محتاجين، الاسر المحتاجه، نحيدوا الاسر
الناس اللي لاباس عليهم، نحيدوا الموظفين، نحيدوا القطاعات اللي باقا تشتغل، ونحيدوا الناس اللي استفدوا من لا سي ان اس اس. ما يمكنش ننزلوا على 3 مليون ديال الاسر اللي غنحيدوا بهادو كاملين، بمعنى غننزلوا غنوصلوا 4 مليون 300 وهي اللي استفدت في الاول. هذا الحساب هو اللي دار 4 مليون و300 اسره اللي استفدت في الاول، ولكن وقع مشكل دابا، لان دابا واحد الاسره محتاجه، ما كنقولش ما محتاجاش، ولكن راه حداها واحد الاسره خدات 3 المرات ممكن، وما غاديش ياخذ واحد 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 لابا واحد 3 800 درهم باش يعطيها لها. وبالتالي السياسات الاجتماعيه الا ما كناش كاملين كمغاربه، لان هذا هم لا يجب ان يكون هم قطاع حكومي واحد او لا هم مؤسسه حكوميه بوحدها، يجب ان يكون هم المغاربه كاملين اننا ننجحوه. لان واحد غيمشي يقدم طلب وهو ما محتاجش، عارف ان غيدي الحق ديال واحد اخر محتاج، ما غيديش الحق ديال الحكومه ولا ديالها، غيدي الحق ديال واحد اخر محتاج اللي كان محتاج لهذيك 1000 درهم او 1200 درهم. الاشكال هنا كاين اساسا، وبالتالي كان هناك اضطرار انه نعاودوا تفتح هذيك البوابه وتستقبل عاوتاني 2 مليون، 2 مليون واش 2 مليون كلها عاود الى غير ذلك. على كل حال انا كنظن انه خصنا نبداو نواجهوا المغاربه بالثقافه اللي خص تحكمنا، لان نهار تحكمنا هذيك الثقافه جميعا بغض النظر على المواقع ديالنا، نهار نستطيعوا اننا نغرسوا هذيك الثقافه في المجتمع، كن على يقين ان جميع الاجراءات لا الاجتماعيه ولا غيرها غتنجح، غتنجح لان تتلقى تربه خصبه جيده اللي حطيتي فيها تي 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 كيكبر دغيا، تيكبر دغيا. وبالتالي انا كنظن ان هذا الكلام يجب ان يقال، زعما ما يكونش عندنا مشكل نبداو نقولوا هذا الكلام بيناتنا، لان هذوك حنا خوتنا اولادنا عائلتنا، حنا كاملين واحد. الا ما كنقولوش الكلام اللي خصو يتقال بعضياتنا غنغلطوا، غنغلطوا غنمشيو نشدوا طريق ما هياش. وبالتالي يجب ان نقول ان نقول بعضياتنا نتقلقوا بعضياتنا الى اخره، ولكن في نهايه المطاف غنصلحوا الاوضاع ديالنا. يجب ان نكون صرحاء، صرحاء سواء مع الحكومه ولكن ايضا مع عموم المغاربه، يجب ان نكون صرحاء معهم باش لمصلحه المغرب، لمصلحه المغرب الذي يسعى الى هذيك الفوارق اننا نقلصها للحدود المقبوله والحدود اللي الجيده. على كل حال بزاف ديال الاسئله وديال الاشكاليات. على كل حال انا احد النواب كان طرح واحد الاشكاليه حقيقيه ولكن نصح مخليه حتى من بعد، الموضوع ديال القوى القاهره في مدونه الشغل. هذا انا كنت بغيت نناقشه، لان هو تيقول بالعكس. انا كنظن انه لو ان مدونه الشغل اعتبرت هذه الجائحه وهذا الوباء قوه قاهره، هذاك غتكون عنده تاثيرات سلبيه ماشي على الشركات، على الاجراء، على الاجراء، لانه هما اللي غيمشيو ضحيه، والشركه غتعتبر انها في واحد الوضع ديال القوى القاهره، سنفتح الباب للتحلل من الالتزامات التعاقديه مع الاجراء. هذا حتى في اطار القانون المدني القوى القاهره تعتبر مبررا للتحلل من الالتزامات التعاقديه. هذا هو. وبالتالي انا كنظن ان بالعكس ان المشرع لما لم يعتبر الجائحه والاوبئه، لما ما اعتبرهاش قوى قاهره بنص صريح، لما ما اعتبرهاش، انا كنظن انه من فتح المجال للتدارك امام القضاء، وفتح لنا المجال ايضا للتعامل مع الامر في الـ في الـ في الـ في مولاي حفيظي تسنى شويه، التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع الامر في القانون ديال 25/20، لان 25/20 فعلا كان النص صريح، كان النص صريح. الله يستر عليكم، نحددوا الوقت ونمشيو شويه. لا ما واخا يصبروا معنا شويه، واحد 10 دقائق ما يوقع حتى مشكل، يصبروا معنا 10 دقائق. قلت نعم ان القانون 25/20 كان واضحا في ان العلاقه الشغليه بين الاجراء وبين المشغلين ديالهم خلال هذه المرحله ستتوقف، واعتبرنا انها حاله من الحالات ديال الماده 32 مدونه الشغل اللي كتهضر على التوقف المؤقت، التوقف المؤقت لعقد الشغل. اما بالنسبه للناس اللي تعسفوا على الاجراء ديالهم، راه هذوك ممكن يتعسفوا عليهم في الجائحه ولا خارج الجائحه، ولكن هذوك كيضمن لهم القانون، هذوك كيضمن لهم مدونه الشغل، تضمن لهم الحقوق ديالهم، تضمن لهم الاستفاده من الحقوق المنصوص عليها في مدونه الشغل. لا عذر
للمشغل انه يسرح الاجر ديالو خلال هذه المرحله على الاقل، لا اخلاقيا لا قانونيا لا، ما انا ذاك اللي سرحه من بعد قانون الشغل يضمن له جميع الحقوق ديالو. وحتى بالمناسبه اثناء الجائحه من تم تسريحه اثناء الجائحه تعسفيا فقانون الشغل ايضا يضمن له جميع الحقوق ديالو، تعويض على الفصل، تعويض عن الضرر، تعويض عن الاخطار، تعويضات المنصوص عليها في مدونه الشغل على كل حال اللي هي محدده يضمنها له القانون. وبالتالي ان التسريح ديال الاجير سواء كان في الوقت العادي او الوقت ديال الجائحه فان القانون يضمن للاجير الحقوق ديالو. بالنسبه على كل حال بالنسبه للمناصب، المناصب ديال مناصب الشغل اللي جات في قانون الماليه، القانون الماليه التعديلي اليوم غيوضح الامور اكثر. نحن بصدد الاعداد ديال القانون الماليه التعديلي ان شاء الله غتكون فيه الامور. من بين الاجراءات لا من بين الاجراءات اليوم اللي ممكن تكون في قانون التعديلي كاين اجراءات موجهه للنابي. الموضوع ديال الصيد البحري لان حتى هو احد الاخوان الوزير عفاكم توقيت الي زدنا 10 ديال الدقائق ماشي مشكل، هنا جلست 20 دقيقه عاد دخلت لهذه القاعه. تفضل السيد الوزير. قلت بالنسبه للناس ديال الصيد البحري الذين تحدث عنهم احد الساده النواب، هؤلاء في الاول فعلا ما كانوش كانوا استفدوا بعضهم اللي هما مصرحين اللي كاينين في لاسينسيس، اللي كاينين في لاسينسيس تقدموا بطلبات ديالهم واستفدوا في شهر ثلاثه، ولكن وقع مشكل. وقع مشكل بدات بعض الوحدات الصناعيه المرتبطه بالقطاع ديال الصيد البحري تتشتكي تتقول لك ما عنديش الماده الاوليه. اش وقع في المرسوم؟ في المرسوم فتحنا هذيك الامكانيه ديال الوزراء لضبط الاشتغال في القطاعات، لضبط الاشتغال لان السوق محتاجه للتزود. نحن مقبلون على رمضان وغيرها على كل حال، ولكن الوحدات الصناعيه المرتبطه بها ايضا هي مستثنات من الاستفاده. وبالتالي شي واحد من المشغلين اللي كيدير التصبير ديال الاسماك وغيرها الا وقف الناس ديالو هو غيخلصهم، ما غنخلصوهمش لان كان القرار واضح ديال السيد وزير الفلاحه والسيد وزير التجاره، كان القرار ديالهم واضح بمعنى ان هذيك السلسله كلها خصها تشتغل وما عندها حتى مبرر انها توقف، بدءا من لا 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 الناس ديال الصيد البحري وصولا الى لا 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 الوحدات الانتاجيه المرتبطه بالمنتوج ديال الصيد البحري وصولا الى انها توصل للسوق لا الداخليه لا الخارجيه، لان محتاجينهم بزاف في هذه المرحله. هذا هو علاش استفدوا في شهر ثلاثه وفي شهر اربعه وفي شهر خمسه وما استفدوش في شهر سته ايضا، ما غاديش يستفدوا. التعامل مع الشروط داخل المقاولات هذا ايضا هذا واحد تحدي كبير. لذا انتقلنا اننا ما بقيناش كمفتشين ديال الشغل كنديروا بوحدنا الزيارات. اليوم كاينه لجان موسعه فيها الداخليه، فيها الشغل، فيها الصحه والتجاره والصناعه. هؤلاء بالاضافه الى بعض المصالح الى المصالح الامنيه احيانا، هؤلاء كيخرجوا كيديروا، اعطيتكم الاحصائيات قبل قليل، كيديروا زيارات. ما عطيتكمش الاحصائيات ديال عدد المقاولات اللي غلقناها نتيجه عدم احترامها احترامها للشروط، ماشي نتيجه استحاله احترام الشروط داخل المقاوله، لان المقاوله اللي كتكون ممكن تحترم الشروط راه تحترم وتتكون بعض الملاحظات تتم الاستجابه لها، لان في هذا احترام الشروط خصنا نفهموا ان احترام الشروط ليس حمايه للاجير فقط، بل ايضا حمايه لاستمرار المقاوله، لان المقاوله اللي لقينا فيها حاله او جوج او ثلاثه راه تتسد، وبالتالي حفاظا على استمرار المقاوله وحمايه للاجير كنوقفوا بدقه على هذه الشروط سواء نحن او باقي الشركاء ديالنا اللي كاينين في اللجان. على كل حال القوانين العالقه السيده النائبه مشات خليها الله يسامح غنجيبها انا نصيفط لكم اجوبه مكتوبه غير بالنسبه للحمايه الاجتماعيه. السيده الرئيسه هذا الموضوع مشتغلين عليه بوتيره بقوه كبيره، ونفس الشيء كان السيد الوزير اللي كان قبل مني وانا ايضا مشتغلون. انا نقول لك يكفي انني نقول لك ان جميع النصوص التنظيميه جميعها المرتبطه بهذاك النص اللي كتعلق بالحكومه بوحدها اتخاذ القرار فيه خرجات. بقى لنا ديال الفئات لاننا كنتشاوروا مع جميع الفئات، مع الهيئات النقابيه، مع الجمعيات المهنيه، ما بغيناش نجيو نبداو نخرجوا مراسم ونطبقوا على الناس بلا ما نتشاوروا معاهم. اليوم
دوزنا جوج ديال المراسيم ديال العدول والقابلات والهيئات والاخرين المراودون الطبيون. نحن مقبلون قطعنا اشواط كبيره في التشاور مع الفلاحه، اشواط كبيره مع التجار، اشواط كبيره مع الناس ديال التاكسيات، المفوضون القضائيون كان منتهينا الى الناس ديال الصناعه التقليديه مع القطاعات الوزاريه المعنيه ومع الهيئات المهنيه لا النقابيه او لا الجمعيات المعنيه. وبالتالي ان شاء الله نتمنى في الاشهر القليله المقبله غنبداو نشوفوا المراسم ديال هذه الفئه تخرج الى حيز الوجود. شكرا لكم السيده الرئيسه، السيدات والسادة النواب. شكرا. اسمحي لي لا ابتسام. شكرا للسيد الوزير على العرض الغني، وشكرا للطاقم المرافق له، شكرا للسيدات والسادة النواب المحترمون على تفاعلهم. و لا ما كنعرفش انا، والله اسمح لي، وشيء من الاحترام عافاك لاله، هذيك اللي كتهضر معايا عافاك الله يعطيك الستر، باقي اللجنه مشتغله لاله، باقي اللجنه كنحترموا بعضياتنا لاله، البرلمان هذا. إذا كنهني نفوسنا كمغاربة. قلت هذاك النهار لما جيتي في هذاك المشروع ديال المرسوم، كنهني روسنا كمغاربة جميعا بأننا استطعنا نربحوا الرهان، والرهان رهانين، أولا الثقة في بعضياتنا اللي كانت مشتت فقدات، والثانية أيضا الرهان في القدرات ديالنا وفي القدرة ديالنا على العطاء. ولذلك قلنا بأن صنعنا ملحمة، هي أول ملحمة في تاريخ المغرب ديال هذه الألفية الثالثة، كنتمناو بأنه نحافظوا عليها، والمغرب دائما يستحق الأجمل والأكمل والأحسن والأفضل. وشكرا لكم. السلام عليكم. سوري شكون داير؟ سوري كيف حالك؟
Thank you.